ووباء الكورونا في تونس. تم تسجيل حالات جديدة بعد شوية طور زيد الوزارة بطبيعة يما تعطي بلاغ ولا تأكد الموضوع هذا، ولكن بين الحالات اللي تم الإعلان عنهم حالة ثانية في ولاية سوسة بعد تسجيل الحالة الأولى اللي تم الإعلان عنها أمس في الندوة الصحفية اللي قامت بها وزارة الصحة. دونك باش نشوفوا شنو المستجدات. الحالة الثانية خاصة أنه سمعنا اللي هي تم إيوائها في المستشفى، شنية بالطبيعة الوضعية الصحية متاحة هي والحالة الأولى اللي في سوسة، شنية زادة كيف وضعية أول حالة اللي تم تسجيلها اللي هو المواطن اللي من قفصة اللي سمعنا عليه الحمد لله أموره ظهر لي لباس وماشي وتتحسن، كيف زاد وضعية الزوز ولا ثلاثة أشخاص الأخرين اللي هما من المهدية اللي هو المصاب الأولاني وزوجته اللي تعديت وأخوه. باش ناخذوا بطبيعة آخر المستجدات، حاضر معنا بالتليفون المدير الجهوي للصحة بسوسة سي سامي رقيق. مرحبا بك سي سامي. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بك. دونك رسميا تسجيل حالة ثانية في سوسة. هي الحالة الأولى ما تعرفوا كانت مواطن شاب قادم من فرنسا، دونك حالة مستوردة هو في صحة جيدة وفي العزل الذاتي. الحالة الثانية أجنبي كان عمل إقامة في فرنسا وبعد مصر وسنة من مصر نهار 10 مارس، كان في العزل الذاتي منذ اليوم الأول لقدومه حسب عوارض دونك اتصل بالسامي خذوا له تحليل وامس خرجت النتيجه ايجابيه. دونك هذه الحاله الثانيه في سوسه وتم نقله البارح للمستشفى للعنايه به، يسحق عنايه كما الاكسجين وغيره. عنده امراض معناها مزمنه؟ لا ما عندوش امراض مزمنه، ما هو كانت الحاله تستدعي عنايه مش كما الحالة الأولى اللي لبس عليه في داره. دونك يلزموا رعاية صحية خاصة. هذا قلت لي سي سامي جاي من مصر، ومقبلها وين كان؟ من فرنسا وتعدى مصر وفي فرنسا ومن مصر جا لتونس. هو معناها جنسيته فرنسية؟ هو لا أجنبي رومانية. ماهيش خطيرة لكن يسحق عناية. بربي في الحالات كيف من هذه، هو مقيم لهنا وإلا جاء للسياحة فقط معناها واخذ الإقامة متاعه في تونس سي سامي؟ والله بالحق اللي ديتاي هذوما مش متأكد منهم. عنده نورمال ما عنده إقامة خاطر عنده زوجته تونسية. دونك ما نعرفش المعلومة بالضبط هذية، خاطر حبيت نسأل إسكو في الوضعيات كيف من هذية معناها لأنه كي يبدأ أجنبي إسكو معناها يتم معالجته لهنا وإلا يتم إعادته للبلد متاعه. دونك هذاك عليك حليش حبيت نسأل في الموضوع هذية. مبدئيا هو في المستشفى. أي في المستشفى، مش معقول جديد واحد يسحق المستشفى مش ترجع للدار. لا نقصد ليه لساعات البلد هو اللي يطلب المواطن نتاعه يرجعه كما صار في مصر. عمل العزل الصحي نتاعه وحده نهار 14 اتصل بالسامي وشافوه عملوا بريليفمون وخرجت النتيجة إيجابية، زادوا تنقلوا له وشافوه وراهو أنه من الأحسن وأنه يكون في المستشفى لتلقي بعض العلاجات ويكمل مدة العزل نتاعو. قديش معناه ثم عنده صار تواصل ما بينه وبين عائلته وبين الفضاء الخارجي الناس الموجودين؟ هي الخدمة الكبيرة كل في الحالات هذه بعد التأكد من الناس اللي كان معاهم على صلة كما زوجته والمرأة الأخرى ونسيبه اللي معاه، نشوفوا حتى الناس الأخرين اللي يتواصل معاهم. الأكيد بالنسبة للحالة هذه ما كانش عنده دي كونتاكت من أول نهار جاء شد بيته وكان منضبط في الحكاية هذه. هاي البرشة حددته على الأقل الرقم بتاع الناس الموضوع كسوة الحالة هذه ولا الحالة اللي قبلها؟ كل الحالة قديش وصلوا تقريبا؟ قاعدة تخدم يشوفوا فيهم بالحالة اللي كلهم بالطبيعة يتحطوا في العزل الذاتي واللي يستحق تحاليل تتعمل له وتبقى المراقبة يومية معهم. قديش العدد عندكم العدد سي سامي؟ طبعا الناس كل يشوفوا الكل راهو ثم دي كونتاكت اللي قراب وثم دي كونتاكت درجة ثانية وثم درجة ثالثة وفي حتى الدرجة الخامسة نتاع الناس اللي كانت على اي هما يوميا يمشيو اي هما يمشيو ينجموا يوميا يتطوروا. اما حاليا قداش في سوسة محطوطين تحت الحجر الصحي الذاتي؟ هو حاليا عندنا اكثر من 130 شخص تحت في الحجر الصحي الذاتي. 130 شخص في ولاية سوسة. أكثر من 130 شخص. احنا دوا نأملوا إن شاء الله بعد القرارات اللي خذوها
ومنع التسكير الحدود ومنع الرحلات الجوية مش ينقصوا برشا علينا هذه بالحالات اللي عنا ونواصلوا معناها الخدمة الصحيحة ونقضيه على انتشار المرض هذا إن شاء الله. باي نمشيوا لوضعية الصحية بالنسبة للمصابين الموجودين في مستشفى فرحات حشيد. خلينا نبدأوا ساعة بالحالة متاع قصة لحديث الحمد لله يا ربي الأخبار كلها مطمئنة حالته ماشية وتتحسن وتستقر. ظهر اللي عملتوا له التحليل الثاني ولباس حددتوا له الموعد متاع الخروج سي سامي. طبعا هو في بين ايادي امينه وقاعد يشوفوا فيها تماثل الشفاء تقريبا اما يلزمنا بعض التحاليل الاخرى وان شاء الله خلال ايام ان شاء الله ان شاء الله يخرج خلال ايام ان شاء الله. بربي بالنسبه للتفصيل هذايا كي يخرج حاله مصيبه بفيروس الكورونا ثم اجراءات معناها يتم اتخاذها مازال وقتها ممنوع بالاتصال مع الناس البرا تصير المتابعه نتاعو كيفاش يتحدد في المده الجايه وقت اللي تحدد الخروج نتاعو. يعطيك الصحه الله يبارك ما يسالش نتفهموا التكتم على بعض المعلومات باهي سي شوف معلومه حطوها في بين الناس كل راو برشا حوايج ما نجموش نكونوا فيها قطعيين معناها راو تعرفوا فيروس جديد وثم قاعدين نكتشفوا فيها قاعده تصير وساعات ابحاث تلقاها متضاربه شويه معناها لازم واحد يكون حذر في الكلام خاطر ثم حوايج ماهوش فيروس نعرفوه من قبل مش نحكيو على الجريب البي العاديه ولا نحكيو على الهشان اللي وليت الناس الكل تعرفها تو هذه لازم ثم حوايج جديده نكتشفوها قاعدين نكتشفوا فيها. أيه. بس ما واحد ما يبداش يقول في كلام مش متاكد منه. واضح باهي بالنسبه للحالتين ثلاثه حالات البقيه اللي في المهديه المصاب والزوجه والاخ الاخ. لا لا عندنا المصاب وزوجته. حالتين في حاله مستقره نقولوا ان شاء الله مازالوا تحت العنايه مازال تحب لهم وقت. مازالوا في غرفه الانعاش؟ اي واحد في الانعاش وزوجته ده. ومازالوا يستحقوا وخوه يستحقوا العنايه خوه في داره خوه. في الحجر الصحي للذاتي في داره ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يشفيهم الناس انا نحب فرصه نقول شوف نقول كلمتين الفيروس هذايا ما يتنقلش وحده راهو يتنقل عن طريق العباد معناها اذا نحبوا نتعداو المرحله هذه بسلام نقصوا الحركه قد ما نقدر معناها التنقل كان ضروري راهو بسهوله في ظرف اسبوعين ولا ثلاثه نعديو المرحله هذه بكل ان شاء الله بكل نجاح ان شاء الله يا رب. اذا ما نلتزموش راهو ثم خطر المشكل نعاودها للمره الالف راهو ماهوش بالخطوره اللي تصوروه ينجم يقتل رغم الوفيات 2% اما 2% نتاع 1000 في 20 و 2% نتاع 100000 تعرف معناها يوليو 20,000 ولا 2000 هذا الفرق نتاكدوا وكل واحد يتعامل مع الاخر على اساس هو مصاب واللي مقابله مصاب بربي في سوسه سي سامي جوست معناها انت جبت الحديث هل نسبه الاحترام نتاع الحجر الصحي الذاتي تقريبا كيف قداش لاحظتوها النسبه؟ والله الاغلبيه يحترموا لكن ثم حالات اللي توا صايره فيهم قرارات صارمه الحق من السلطات الجهويه ومن النيابه العموميه ثم تدخل في سوسه من النيابه العموميه تدخلوا اي تدخل حازم معناها شنو ايقافات ثم الاقامه الجبريه وثم التنبيه وثم برشا حوايج اللي خلات الناس تحترم اكثر معناها وهو راهو في الاطار العام وقت تخرج قرارات من الحكومه كما حظر وحظر راهي توعي الناس اكثر معناها المواطن اللي ما كانش حاس يولي يحسوا انها ثم الريف شويه لازم توا الحزم شويه يزينا نبهنا ومشينا خدمنا على المسؤوليه لكن هذا يبدو انه مع بعض العباد ما ننفعش دونك توا لازم شويه حزم. شكرا لك سي سامي رقيق المدير الجهوي للصحه بسوسه على تدخل التوضيحات اللي قدمته لنا. تتسويت جيكم هدى في موجز ال11 راجعين في ساعه